أنا مزوج فيك الدنيا معاك الحبيب، أنا مزوج فيك الدنيا نشوف المغرب، أنا مزوج فيك الدنيا معاك الحبيب. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، إذا كنت من المهووسين باستكشاف سحر المدن وتاريخ الإمبراطوريات القديمة، عاشقا لربط الحاضر بالغابر وزيارة المآثر، يكفي أن تطلب من ربان الطائرة إلى أن يحول اتجاه الرحلة غربا على مشارف المحيط الأطلسي، حيث تطل أسوار المدينة التي ولدت من رحم الطين قلاعا كحارس لا ينام. هكذا هي رباط الفتح كما أرادها عبد المؤمن الموحدي في أواسط القرن الثاني عشر للميلاد، عين على النهر وأخرى تراقب البحر. تجوال السياحي في مدينة الرباط ليس صعبا كبعض المدن التي تعرف ازدحاما مزعجا، فبمجرد وصولك لأي محطة قطار والخروج من الصال الرئيسي نحو البوابة الكبرى، ستجد سيارات الأجرة ذات اللون الأزرق لأخذك إلى أقرب فندق يناسبك. وإن كنت من عشاق التجوال واكتشاف الأماكن على مهل، فهناك خطوط حافلة النقل الحضري على متنها يمكن التنقل نحو أطراف المدينة، أو لزيارة أهم الشوارع والأحياء من الصباح الباكر إلى حدود العاشرة ليلا. من السهل أن يزور السائح القادم من القارة الأوروبية مدينة الرباط والاستمتاع بأجوائها بوجود وسائل نقل متنوعة ومريحة من دون عناء، ومن أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن التوجه إلى أي ميناء من الموانئ الإسبانية المطلة على الساحل المتوسطي، وحجز تذكرة باخرة نحو مدينة طنجة بأثمان تفضيلية لدى شركات الخطوط البحرية المتوفرة حسب الاختيار.